الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير. صباح رائع بروعة لقاكم، وأكيد رح نكون مع بعض ساعتين من هذا التواصل اللي ما رح يكون رائع إلا بتواصلكم عبر الاسمس وأيضا عبر مداخلاتكم الهاتفية. أنا مين العبدالله، ألتقيكم بالمواضيع الجديدة والمميزة كلها اللي رح تسمعونها من خلال تبهبة ألف. مثل ما تعودنا كل يوم رح يكون معنا موضوع جديد وموضوع مميز. فموضوعنا لليوم رح يكون عن إصابات العيون. إصابات العيون الله يكفيكم شرها، سواء كانت بالمنزل أو بالدوام أو بأي مكان. كل اللي حابين تشاركون معانا، عندكم إصابة بالعين، عندكم أي سؤال أو أي استفسار وحابين تشاركون معانا لليوم خلال هذه الساعة القادمة عبر الاسمس 847700 لمشتركين الاستيسي و 640660 لكل مشتركي موبايلي. أيضا اللي حابين تشاركون معانا من مشتركين زين على 746262، وأيضا للتواصل المباشر المجاني رح يكون على الرقم 02 61 61 100. واللي مو حابين ينطرون على الخط، حابين تدشون دايركت على الاستوديو، احنا بنتداركم على الهوت لاين 7005-749-9. ايضا لا تنسون اليوتيوب اللي رح تسمعون من خلاله كل حلقات طبابة ألف اللي حابين تسمعونها مرة ثانية او حتى اللي طافتكم. حول موضوع اليوم إصابات العيون رح يكون ضيفنا لليوم الدكتور محمد حنتيرة، المدير الطبي لمركز دكتور البطل لطب وجراحة العيون الططات يكثرها دكتور محمد وجراحة العيون ورئيس وحدة تصحيح الأبصار بالليزر والمياه البيضاء. صباحك الله بالخير دكتور محمد، حياك الله معنا. أهلا جديد. صباح الخير مينا، وصباح جميل وكل إشراق وتفاؤل لك ومستمعي البرنامج المميز طبابة ألف. الله يسعدك إن شاء الله. قال الله تعالى ألم نجعل له عينين. العين نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، أمتن بها على المبصرين. أكيد ما رح يعرف قيمتها إلا الشخص اللي فقد نعمة البصر. في البداية دكتور محمد حب أسألك، في حالة لا قدر الله شخص أصيب سواء بالمنزل أو في مكان العمل في أي مكان كان، كيف الإسعافات الأولية لهذا الشخص المفروض اللي إحنا نسويها؟ قبل ما خليني أدخل أمينة على طول على إيه هي الإسعافات الأولية، وده موضوع مهم جدا، هرجع للآية القرآنية اللي أنت قلتيها، قد إيه العين مكان بنسميه جوهرة، وانتي لو تخيلي ان انتي لو عندك جوهرة هتحطيها فين؟ اكيد في خزنة. اكيد صح، او لبترينة كده حطها عشان اقدر اتفرج عليها. بالظبط كده. وتخيلي ان ربنا سبحانه وتعالى حطها فين؟ حطها في الرأس. حطها فوق. صحيح. خالص، وحطها في خزنة. عبارة عن عظام داير ما يدور، طالع بارز منها بس السدس، جوه العظام داخل جوه الخمس اسداس، وحط عليها، مش بيقولك العين عليها حارس، لا ده العين عليها حراس. فيها الحجاج اللي هو احنا بنسميه العظام، وفي عندنا الجفون اللي قاعده عامله شغاله مساحات زي مساحات السياره على طول، الدموع، الرموش، والاحساس عالي جدا جدا بمجرد ما بيدخل في العين، اعلى احساس موجود في الجسم، مجرد ما تخش بس شعره او رملايه تلاقي دموع عباره عن زي بتوع المطافي بخاخات بتاعتهم عشان تحاول انها تنطر هذه الجسم الغريب او الميكروب اللي هو اللي موجود. نرجع بالنسبه لسؤالك الاساسي اللي هي الاسعافات الاوليه لما يجي اصابه في العين. السؤال ده كبير قوي، يختلف حسب الاصابه كيف. أكيد. هل هي سوائل، هل هي مواد كيماويه، ولا اصابه باصابه وفيها جرح للعين. طيب خلينا مثلا نبدا، لو كان رح ابدا انا نبدا من البيت. أكثر شيء تقريبا ست البيت راح تستخدم طبعا المسحيق الكيميائية، مواد التنظيف، المبيدات الحشرية لكل ممكن الأسرة أنها تعاني منها، وهم بعد راح أدرج معها العطور. ده حقيقي. أنت عندك البخاخات، بيجي لك طفلة صغيرة، الناس مبسوطة جدا، عندهم فرح، والأب والأم قاعدين بيتزينوا، والبنت الصغيرة راح تواخد البرفيوم وراح ترشف. بالضبط. حلها إيه؟ ببساطة شديدة جدا، أول حاجة تروح واخد الطفلة وفتح عينيها وتغسل لها عينيها كويس قوي قوي، على أساس أن تحاول تخفف من تأثير المحلول. لو كان البخة جت على الجزء البياض بتاع العين هيسبب له حمار، والموضوع هينتهي على كده مع استعمال بعض القطرات البسيطة.
أما لو جه على قرنية العين ممكن هيعمل تأثير جامد. لكن أنا أفضل في حالة زي كده لا قدر الله يتم الكشف على طول، خاصة في الأطفال الصغيرين، لأن الطفل ما يقدرش يعبر كويس شايف أو تأثر النظر بتاعه أو ما تأثرش. فأفضل في حالة زي كده لو طفل هو اللي تعرض للمادة الكيماوية أو السبراي أو whatever، يفضل الكشف عليه. بالنسبة لست البيت لو دخل فيها عندك بقى المساحيق كلها من أول الكلوروكس الفلاش الحاجات دي كلها، تنظيف كلها أو المواد الكيميائية بعد، نغسل عينينا كويس قوي. الكبار لهم تعامل أسهل شوي، لو في موية نظيفة أغسل عناية بكثرة كوبيوس كتير، ومش مرة أغسلها مرة وخلاص، لا ده أغسلها كتير. طب لو ما فيش مية أستعمل إيه؟ اللبن. اللبن؟ اللبن ده هيبقى أفضل شيء، لأنه بينفع مع الحامض زي كلوروكس، وينفع مع القلوي زي الفلاش. حلو. طيب لا ما عنديش لا حليب، ما عنديش لا لبن ولا عندي موية، أستعمل إيه؟ لو كان كلوروكس يبقى أنت ده حامض، ده حمض الهيدروكلوريك أسيد، فمحتاجة حاجة قلوية. أما إذا كان حاجة زي الفلاش وده قلوي، نستعمل خل. الخل؟ اي خل يعني؟ مو خل مخفف. نعم. واحد لواحد يتغسل بيه العين. لو هو الفلاش اللي هو عارفه، بس ما راح يحرق العين دكتور محمد، ده هيخفف التأثير بتاعه. طبعا هو بس هيعادل القلوي، هيخليه نيوترال، لان قلوي زائد حمض يدي حاجه معادله. نعم. طيب أكيد. ولذلك عشان حتى لا يعني المريض او المريضه ما تقدرش في اللحظه دي انها تحكم ايه، افتكر اللبن اسهل شيء والمويه لو يحفظوها بس هي دي هتبقى كفايه جدا. نعم. الا انت عارف بالذات زي البخاخات الحشرات المبيدات، يعني بالذات زي مبيدات الدبان والشغلات دي، ممكن الاطفال يلعبون فيه بخون العيون بعد دكتور. ولذلك الوقايه الحقيقه حق كوي الاشمغه بيلعبون فيها هذه بكثره يعني. ما هو هنا ده الوقايه خير من العلاج. صحيح. طيب في حالة دكتور محمد يعني جروح العين، نعم، انجرحت العين لأي شيء يعني كان من الرف من الأظفر، كيف هنا المفروض ان احنا نسوي؟ طبعا بنتكلم طفل صغير ولا كبير؟ اذا كان طفل بالنسبة لو طفل صغير هذه لها خطورة اكتر، لان الطفل صغير بيبقى الحقيقة مش بس بيأثر على كألم وكوظيفة، ده ممكن يأثر على بصر المريض، لان انت عارفة بتكلمي طفل يعني طفل في مرحلة النمو لسه البصر بيتكون. صحيح. فده لازم يروح لطبيب على طول. طيب من هنا لحد لما ودي للطبيب اعمل ايه؟ اول حاجة ما يفركش في عينه خالص. خلاص ايده ما تجيش على عينه تماما. نعم. وما غسلش، ما غسلهاش، وما نغسل العين، لا لأن الجرح ممكن إن هو يتلوث بالموية اللي هي موجودة. خلاص. طيب بالنسبة لو كان كبير، طيب وبعيد عن الدكتور يعمل إيه؟ يغطي عينه، يغطي وما يفركش بأي شاش بأي قطعة بأي حاجة. الأطفال ما بنحبش إن احنا نغطي العين، على أساس إن هو الغطى العين من ساعة ما ينصاب لحد ما يروح للدكتور، لو قعد مثلا يوم لو في مسافة كبيرة ولا حاجة ممكن يأثر على النظر بتاعه. أنت عارفة زي ما بقول الكبار غير الصغيرين. صحيح. أكيد. نعم. فتغطية العين كافي جدا من غير ما يستعمل أي قطرات لحد ما يروح للطبيب. حلو. ليه بنقول كده؟ لأن احنا بنخشى جدا إن هو يروح الصيدلية مثلا والدكتور الصيدلي يوصف له على قطرة ويكون الجرح ده نافذ. نافذ يعني طبقات القرنية مفتوحة، وبالتالي القطرة تدخل في جوه العين وتعمل مشاكل أكتر. نعم. عموما المستمعين الكرام احنا مستمرين ومتواصلين معاكم مع سبابة ألف، وذكركم بموضوعنا اليوم عن إصابات العيون سواء في المنزل أو في العمل أو في أي مكان. كان عندكم إصابة بعينكم، ما عليكم إلا أنكم تتواصلون معنا اليوم عبر الاسمس اللي حابين تشاركون 8477 00 والمشتركين الاستيسي، وبالنسبة إذا المشتركين موبايل على 640-660 وزين 7462-62. أيضا لكل اللي عندهم أي استفسار وحابين تشاركون معنا عبر الخط الهاتف المجاني على 02-61-61-100، واللي حابين تشاركون معنا عبر الهوتلاين رح تكونون على 7-005-7499. فاصل بسيط رح نرجع نواصل معكم طبابة ألف، خليكم معنا على موجتنا السعودية ألف ألف أف أم. أذكركم أصدقائنا موضوعنا لليوم عن إصابات العيون اللي ممكن تعانون منها سواء بالمنزل أو بالعمل أو في أي مكان. فكل اللي حابين يتواصلوا معنا اليوم بطرح أي سؤال أو أي استفسار، إذا كانت عندكم مشكلة بعينكم وحابين تتشاركوا معنا عبر الاسم اس 8477 00 لمشتركين الاس تي سي، و 640-660 لمشتركين موبايلي، و 7462-62 لكل المشتركين. زين. هذا اللي حابين يتواصلوا معنا خلال هذه الساعة على الرقم المجاني على 02-61-61-100
المية وعبر الهوت لاين راح يكون على 7005-749-9 راح يكون معكم الدكتور محمد حنتيرة المدير الطبي لمركز دكتور البطل لطب وجراحة العيون رئيس وحدة تصحيح الإبصار بالليزر والمياه البيضاء. طب دكتور محمد بالنسبة خلينا الحين ندخل في موضوع الرياضيين أو الأشخاص اللي بيحبون يركبون السياكل وبيمارسون رياضة البايسكل قد إيش ممكن إذا كان في هواء غبار حصى قد إيش ممكن يأثر عليهم أو يسبب لهم إصابات؟ طبعا هو أنت عارفة الرياضات دي كلها بيبقى معها نظارات خاصة حامية جدا وبيبقى مثلا بيبقى مفروض في خودة بتبقى موجودة حتى لإصابات الرأس. فهذه النظارات إذا كان ضعيف النظر بيبقى بتحط عليه مقاساتها، إذا ما كانش بيلبس نظارة فبتتحط بتبقى بلانو يعني ما فيهاش مقاس. معمولة من مصنوعة من حاجة من مادة اسمها بوليكربونيت، بمعنى أنها لو اتخبط أو وقع عليها ما تنكسرش لا قدر الله جوه العين، معمولة من مادة بلاستيكية قوية جدا. بس هذول مش بس مش بس عشان التراب وال وال والابخره بتاعه الموتور سايكلز او كده، وانما كمان حتى لا قدر الله من اصابات ان هو لما يقع من عليها وتيجي اصابه في الراس او اصابه مباشره في العين تيجي فيها. دراسات امريكيه قويه جدا خلال العام الماضي وجدوا ان 90% من اصابات اثناء الرياضه بالتحديد يمكن تفاديها 90%. حلو. تسعين ده رقم يعني طبعا كفاية جدا يعني. طبعا يعني بمجرد بس ما احنا نلتزم ب ارتداء النظارات الخاصة او الخوذة على ده هيكفينا ان احنا نحمي الرأس واصابتها بتبقى دايما بتبقى خطيرة زي ما انت عارف. نعم. طب دكتور في بعد يعني في كثير من الناس مثلا زي اللي بيشتغلون في اللحامة في الاماكن اللي بيطلع منها النار او رذاذن مظبوط هذول ايش المفروض يسوون لو لا قدر الله لا سمح الله يعني هي دي القصه دي دول المفروض برضو بيلبسوا نظارات حاميه او بيبقى زي شيلد كده زي ماسك كده بيبقى موجود فيه كفر يحمي فلتر يحمي الاشعه فوق البنفسجيه. لكن سؤال دلوقتي انا راجل رايح اعمل رايح صناعيه ورايح اعمل حاجه فيها لحام احاول قدر الامكان وانا عند الراجل اللي هو بيلحم ابعد عيني تماما عن هذا اللحام لأنه بيطلع منه أشعة فوق البنفسجية. إيه المشكلة بتاعت الأشعة فوق البنفسجية؟ إنها بتعمل جروح بتعمل سكراتشز بتعمل خدوش على سطح القرنية. هذه الخدوش بتؤدي إلى ألم شديد جدا لا يشعر به المريض إلا بعد 3 أو 4 ساعات من ساعة ما يبتدي يتعرض لدرجة ان ممكن المريض يعني. بالضبط وممكن اكتر من كده كمان لدرجة ان ممكن يكون نسي ان هو كان الصباح مثلا كان في الصناعية وبيصلح حاجة في سيارته من. فهنا في الحالة دي مهم جدا ان هو يبعد عينه تماما عن اللحام لانه بيعمل زي ما قلنا خدوش. حلها ايه؟ الحقيقة غطاء العين ده اساسي ومجموعة من الاطرات في صورة مضاد حيوي موسع لبؤبؤ العين. حلو. ده طبيب طبعا هو اللي بيكتب له هذه الادوية او القطرات. طب الحين حندخل على موضوع يعني الكل يحب ماكو واحد ما يحب السويمينج ما يحب السباحة لكن أكيد حمامات السباحة لها مخاطر كثيرة من ماء الكلور أو ممكن من فيروسات تكون موجودة في الماء. في حالة أن الشخص أصيب من حمام سباحة نعم إحنا عندنا بالنسبة للحمامات السباحة الإصابات منها بتكون نتيجة الآتي. أول حاجة إن بيكون كمية الكلور اللي هي اللي موجودة في مية الحمام تكون قليلة وانت عارفة الكلور هو نوع من المنظفات لهذه أو معقمات للمية اللي فيها لكن ما تقدرش تعمل تعقيم كامل. فلو اتحطت بكميات قليلة بيحصل إن في فيروسات ممكن إنها تعيش وتنتقل من إنسان لإنسان آخر. طبعا في نقطة خطيرة جدا مهم جدا ان لبس النظارات او اللي هي نظارات بتاعة السباحة عشان تحمي العين من انتقال هذا الفيروس الى العين. اشهر نوع من الفيروسات اللي ينتقل الى العين هو حاجة اسمها الادينو فيروس. ده فيروس بيعيش في المسالك البولية وطبعا بينتشر من الاطفال الى جميع اللي موجودين في حمام السباحة. الشيء الثاني بقى لو الكلور كان زايد ده يعمل حساسية للعين شديدة جدا وده بتلاقي ان الطفل العينتين نفسهم يبقوا حمرين يعني حمرة جدا زي الجمرة ويبتدي يبقى فيه دموع شديدة.
أما أعرف إزاي إذا كان ده التهاب فيروسي ولا نتيجة إن الكلور زايد، إذا في إفرازات فده أكتر يبقى ميال إن يكون فيه فيروس، إذا كان بس دموع فده بيبقى أكتر نتيجة الكلور اللي موجود. نعم. ده علاجه غير ده طبعا. نعم. الكنترول بيأشروا لي بيقولون في اتصالات كثير. أمينة بدي خذي رح نبدأ ناخذ بس آخر سؤال حب أسألك عن النظارات الشمسية. نعم. كثير بيقولون أكيد لها يعني قواعد لاختيارها. أكيد. يعني أساسنا مو بس بتكون يعني كتجميل أو منظر حلو إنه مناسب للوجه، شين الشغلات اللي المفروض إحنا نحطها في عين الاعتبار دكتور محمد؟ إحنا ممكن نتكلم عن بالنسبة للنظارات على قسمين اثنين، الشكل بتاعها يناسب إزاي على الوجه، لأن الوجه البيضاوي غير المربع أكيد. غير ده ممكن ناخد فيها حلقة كاملة، إزاي الأخ أو الأخت يختاروا النظارة المناسبة لوجههم، ده واحد. أما بالنسبة كجزء الطبي، فبالنسبة للنظارات الشمسية يهم جدا أنها تكون غامقة وما يفرقش اللون، المهم اللي يناسب بالنسبة لك، يعني إذا كان لون بني أسود رمادي ما يفرق اللون طبعا يبقى أفضل. والأهم منه أن يبقى فيه طبقة واقية للأشعة فوق البنفسجية واللي هي الأشعة الضارة للعين. ووجدوا أن الأشعة فوق البنفسجية دي زادت جدا تعرض الأرض كوكب الأرض لها بعد ثقب الإيزون طبعا لما بقى موجود. صحيح. ده بيؤدي إلى مياه بيضاء وبيؤدي كمان إلى نوع من ضمور في مركز الإبصار بالشبكية. نعم. رح ناخذ متصلات اتصالات مستمعينا. نقول ألو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم أبو فهد من المدينة المنورة. حياك الله يا أبو فهد وحيا الله كل مستمعينا في أرطيبة الطيبة. تفضل. ممكن أكلم الدكتور؟ أكيد بكل سرور. تفضل أخوي. أهلا يا أبو فهد تفضل. مساء الخير يا دكتور. مساءك وردي حبيبي. الله أنا عندي الصبغة الوراثية في عيني فماني عارف لها علاج، يعني ما أدري إن كان أتوصل الطب لعلاجه ولا. عمر حضرتك كم سنة؟ 40 سنة. وحد من الإخوان أخواتك أو الوالد والوالدة عندهم نفس المرض؟ لا متوفين والله. لا الوالد والوالدة. أنا قصدي يعني هم موجودين كان عندهم المرض؟ لا 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 الوالد والوالدة متوفين. الوالدة توفت قريب بس ما عندها الصبغة الوراثية ولا شيء. وإخواتك ما عندهمش؟ لا لا ما عندهم. الرؤية بتاعتك بتصل يعني تقريبا كم بالنظارة؟ والله لما بطلع بيصير لي إجهار للعين. نعم. لما بخرج يعني بالنهار بالذات عندي. نعم. أي شغل بالشمس. نعم. بيجيني إجهار كذا في العين وما بشوف زين. نعم. بصير زي البياض. نعم. لكن أنا قصدي لما أنت كشفت عند الطبيب نظرك بتوصل بتقرأ العلامات الكبيرة ولا متوسطة ولا الصغيرة؟ لا كبيرة. الكبيرة بتشوف الكبيرة. طيب في مياه بيضاء كمان ولا ما فيش؟ لا لا بس الصبغة الوراثية هذه موجودة وعندي تقارير طبية في الكلام هذا. طيب فقالوا لي لحد الآن ما توصلوا يعني للطب ولعلاجنا. أشكرك يا أبو فهد. شكرا لك يا أبو فهد. ممكن أسمع الرد بس. نعم. تفضل شكرا. أبو فهد علاجه إن شاء الله. إحنا بالنسبة يعني إيه المرض التهاب الشبكي التلوني للمستمعين اللي هم ممكن يبقى المصطلح لسه جديد عليهم. هو عبارة عن مرض وراثي بيصيب الصبغات اللي موجودة في شبكية العين أو اللي احنا بنسميه عشاء الليلي، بمعنى ان المريض في الليل يحصل ان هو ما يبقاش شايف بوضوح كويس. هذا المرض بيبتدي في سن صغير تقريبا في سن البلوغ ويقعد يزيد في معظم الحالات، وممكن ان هو يؤدي الى مياه بيضاء وضمور بالعصب البصري. علاج هذه الحالات بالنسبة لأبو فهد إن شاء الله ليها علاج بإذن ربنا سبحانه وتعالى، حاجة اسمها معينات بصرية، وهي عبارة عن نظارات خاصة بالنسبة له زي ما هو ذكر كده، قال ان عنده جهران للضوء، يعني حساسية الشبكية بالضوء او الشمس بتكون شديدة جدا، فده بنتعمل له معينات بصرية في صورة نظارة فيها فلتر، وفي عندنا كذا نوع من الفلتر، في الوان منها الاصفر الاحمر البني كذا نوع، بنركبها له في العيادة وبيجرب النظر بتاعه بيلاقي ان فيه تحسن ويقدر ان هو يتحمل الرؤية في النهار بسهولة جدا. حلو. الشيء الثاني في انواع من التلسكوبات بتحاول انها تكبر له الرؤية لانه بيبقى عنده مركز الابصار بتاعه سليم لكن اطراف الشبكية هي اللي متأثرة. فانت مثلا يا امينة لو نفترض ان انت اديت لك نادور قلت لك شوفي كده في بعيد جدا هتقدري تشوفي مثلا على بعد 100 متر 50 متر، لكن احنا هو بيشوف العلامات الكبيره. فلو لبسنا له نظاره فيها تلسكوب هيقدر يشوف العلامات المتوسطه وبالتالي رؤيته تبقى افضل. هناك معينات بصريه تانية كمان للقراءه، فيبقى هو محتاج فلتر ومحتاج معينات بصريه للبعيد ومحتاج
معينات بصريه للقراءه. نعم. طب راح ناخذ ايضا عمر من المدينه المنوره، ما شاء الله مستمعين اليوم من المدينه شادين حيلهم. عمر السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا بك يا عمر، تفضل. كم الدكتور ممكن؟ تفضل خذ. اهلا يا عمر، تفضل. دكتور كيف الحال؟ اهلا بيك، تفضل. دكتور انا كان عندي جراف في العين. نعم. تقريبا يعني مزمن تقريبا. نعم. بس ما اكتشفته الا قبل شهرين. نعم. نعم. وصابني كيس دهني. بعدين صابني منه التهاب القرنية. وطبعا تعالجت، اخذت قطرات يعني المضاد الحيوي وزي كذا. نعم. بس الدكتور قال لي انت عندك مشكله في العين. نعم. عندك بس عندك دهنيه. نعم. فالدهن هذا بيغذي الجراثيم في العين. نعم. انت الالتهابات عندك مش هتوقف، يقول. نعم نعم. عمرك كم سنه؟ ما ادري شو صار. عمرك كم سنه يا عمر؟ 22. نعم. حضرتك طبيعة عملك إيه؟ أخذت قطرات تايمر. لا طبيعة عملك؟ عملك شنو؟ نعم. أشكرك. لكن دكتور ممكن أنا يعني ممكن السنة الجاية أشتغل في شركة. نعم. تكون في منطقة يعني صحراوية، فأنا أتحسس يعني من التراب، فما أدري إيش مشكلة. نعم نعم. تسمع الرد إن شاء الله. طيب بص يا عمر، هو وطبعا اللي عندك واضح هي عبارة عن حاجة اسمها التهاب، في التهاب مزمن في حرف الجفن، او اللي احنا بنسميها بالانجليزي يعني بليفرايتس، يعني الجذور نفسها بتاعة الرموش هي اللي فيها الالتهاب، بتفرز عفوا بتفرز الدهن اكتر من الطبيعي، وهذا الافراز الزيادة بيكون مرتع كويس للجراثيم. وبعد فترة هذه الجراثيم بتفرز سموم فبتسد المسام بتاعتها، وبالتالي بتؤدي إلى تجمع هذه الدهون فيكون ما يسمى بالكيس الدهني. هذا بكل بساطة جدا. موضوعك محتاج وقاية ومحتاج علاج. الوقاية أهم شيء، إن أنت عشان بشرتك دهنية محتاج على طول تغسل وشك زيادة عن أي شخص طبيعي 5-6 مرات في اليوم. وبالنسبة لحرف الجفن بتجيب الكوتون باتس اللي هي الحج الأذان، اللي هي القطن حج الودان. نعم. نعم. وبتحطه في بيبي شامبو مخفف. البيبي شامبو بتجيب واحد لواحد، يعني هتجيب كمية، افترض تحط شوية في الغطاء بتاعه وتحط قدهم بالضبط نفس الكمية من الموية. ويستحسن انها تكون موية دافية، وتغمس فيهم الكوتون بادز ده وتنظف بيهم حرف الجفن. ميزة البيبي شامبو ده ان هو ينظف الدهن اللي هو اللي موجود على حرف الجفن يمين ويسار فوق وتحت، ده نقطة. والدفيان بتاعه هيعمل نوع من الكمادات على سطح الجفن. تكرر الموضوع ده 3 مرات، ده هو ده الوقاية الكافية جدا بالنسبة لك. بمجرد ما المسام بتاعتك حتى هتتفتح وهيبتدي إزالة الدهون اللي موجودة على حرف الجفن، إن شاء الله يبقى احنا عالجنا السبب الأساسي للجفاف. نعم. أما إذا كان في التهاب حالي دلوقتي أو في كيس دهني، فده محتاج طبعا علاج من طرف الطبيب. نعم. طب قبل ما نطلع فاصل حاب أخذ مسج أبو سلطان، بيقول صباح الخير، هل عمل ألوان حل؟ حقيقة لا، لحد دلوقتي بالنسبة لعمل ألوان لا يوجد، لأن الصبغات نفسها بتاعة الألوان ما بتبقاش موجودة عند الولادة. نعم. أما مستمعين الكرام، فاصل بسيط ورح نرجع نواصل معكم. الهواء هواء ألف ألف أف أم، مستمرين ومتواصلين على هواها ومع طبابة ألف لموضوع اليوم عن إصابات العيون، سواء في البيت أو في المكتب أو في أي مكان. عندكم أي سؤال أو أي استفسار، إذا كنتم بتعانون من مشكلة بعيونكم، عليكم أنكم تتواصلوا معنا عبر الـ SMS 84770 لمشتركين الـ STC و 640660 لكل مشتركي موبايلي. أيضا اللي حابين يتواصلوا معنا من مشتركين زين راح يكونون على 746262، واللي حابين يتواصلوا معنا بشكل مباشر إحنا بنتظاركم على الرقم المجاني 02-61-61-100، واللي حابين يتواصلوا معنا ما ينطرون على الخط عبر الهوت لاين على 700-5-7-4-9-9 700-5-7-4-9-9. رح يكون معكم الدكتور محمد حنتيرة، المدير الطبي لمركز دكتور البطل للطب وجراحة العيون، رئيس وحدة تصحيح الإبصار بالليزر والمياه البيضاء. ورح ناخذ مشارك معنا أبو عساف من الرياض. أبو عساف السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك السرور والنور، تفضل. لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟ أكيد تفضل. تفضل أبو عساف. الله يحفظك دكتور، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله أبشرك.
حبيب قلبي أنا عندي الابصار بعض الأيام أو غالبا طبعا أشوف حاجات زي الكور كذا كأنها زي الدمعة وكذا أشوفها في جميع في العينتين الثنتين. نعم أبو عساف أنت بترتدي نظارة؟ إيه ألبس نظارة بعض الحين زي السبحة تكون بعض الحين تكون زي الشهرة نقطة موية أشوفها في أي اتجاه أنظر له ما أدري إيش سببها. طيب عندك قصر نظر ولا طول نظر يا أخي أبو عساف؟ لا عندي قصر نظر. قصر نظر كبير؟ 2.5. طيب أوكي شكرا. هو دي بنسميها ذباب الطائرة أو ما يسمى ده بيبقى عبارة عن عتامة في الجسم الزجاجي وده بيبقى نوع من التحلل في الجسم الزجاجي. للأسف ملوش علاج، هو زي ما بيظهر زي ما بيروح، بيجي فجأة وبيروح فجأة، لكن هذا التحلل ما فيش أبدا منه خطورة، اطمن خالص. حاول الحل الوحيد له هو أن أنت تنسى. نعم. طب رح ناخذ أيضا معنا سارة. سارة من ألو. الرياض. يا هلا يا سارة. ألو. أيوة سارة. صباح الخير. صباح النور والأنوار، تفضلي حياكي. كيفك أمينة؟ الحمد لله، طالما أني بسمع صوتكم إن شاء الله أني بخير. أنت شلونك؟ الله يسلمك. أقدر أكلم دكتور حسين؟ أكيد حسيرة. حبيبتي بكل سرور، تفضلي. تفضلي يا فن. صباح الخير دكتور. صباح النور يا فن. حبيت أسألك، أنا مجال عملي، أنا أشتغل يعني بكثرة في مختبر الكيمياء. نعم. في مختبر الكيمياء يعني، وأتعرض يعني بكثرة الأبخرة والمواد الكيميائية يعني. نعم. هل النظارات الواقية هذه تكفي بس لحماية العين؟ هو مش بس نعم، أشكرك على السؤال ده فعلا. نعم. بالنسبة للي بيشتغلوا في جو خاص زي المعامل يحتاج فعلا مش بس يرتدوا نظارات، وإنما كمان بيبقى ماسكات عشان يبعدوا حتى الأبخرة دي عن دخولها في الأغشية المخاطية للأنف والجهاز التنفسي. لكن بالنسبة للعين، طالما النظارات مفروض انها بتبقى مش نظارة عادية، بتبقى عاملة زي نظارة الغوص لزقة بربر على العين عشان تسد جميع المنافذ في ان هو انها تدخل على العين، فمش نظارة بس يعني، لازم تبقى لا بتبقى لزقة على الوجه، مش النظارة العادية. لا لا سارة. ايوه معك. عندك سؤال ثاني حبيبتي؟ لا شكرا. شكرا وديري بالك العيون في قلبك. تسلمين. طيب راح اخذ ايضا مسج من ابو عبد العزيز، بيقول عندي زغلله في العين وتشتت في الضوء في الليل. زغلله في العين وتشتت في الضوء في الليل. في الليل. نعم. كنت احتاج الحقيقه بعض الاسئله، يفضل لو هو يقدر يتصل، ان الشكوى الحقيقه عامه قوي. طب ايضا فيصل اللي حاني بيقول انا عندي العين اليسرى تدمع فقط عند الاكل وبشكل كبير. شكلها جوعانة يا فيصل. لا يعني هو دي الحقيقة ما يمكن من الأبخرة، ممكن تكون حقة الأكل بس عين واحدة. يقول عين اليمين عين اليسرى بعد. يعني هو بيحصل لها تفسير طبعا، ان بيبقى فيه العصب السابع بيكون في بعض الحالات لما يكون متأثر، ممكن ان ده يحصل، يبقى متوصل بطريقة معينة مع العصب الخامس مسؤول عن الدموع، فيؤدي ان الواحد لما يحرك فكه يحصل ان عينه تدمع في ناحية واحدة بس. نعم. ودول بيسموها اسم جميل قوي، الاجانب بيسموها كروكودايل دير تيرز، بمعنى ان الاسد لما اسف التمساح لما يفتح بقه عينه تدمع. نعم. فده لما يجي ياكل فعلا عينه تدمع. تمساح بعد يعني يا فيصل ما شاء الله. طيب رح ناخذ محمود من الرياض. محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيف حالك أختي أمينة؟ الحمد لله، حالي سرك إن شاء الله، أنت شلونك؟ أهنيك أول شيء على البرنامج الناجح. الله يسعدك ربي إن شاء الله. من متابعينك الله يطول عمرك. حلو. أكلم الدكتور. أكيد تفضل. تفضل. كيف دكتور؟ يا أهلا بيك. شو أخبارك طال عمرك؟ أبشرك الحمد لله. دكتور أنا عندي الولد صغير يمكن عمره سنة تقريبا. الله عنده احمرار حول الجفن حق العين من فوق ومن تحت. وبيسوي له حكة دائم باستمرار إلى درجة يعني فيه شققات في الجفن بسبة الحكة يعني تحك بشدة. في ناحية واحدة؟ ما أدري دكتور. في ناحية واحدة؟ العينين التنتين وفوق الجفن شوي في الجبهة كذا. على الرمش على الحجان من فوق. سبب له حكة أليمة. ما أدري دكتور يعني فيدني في الموضوع هذا، الله يعطيك العافية. والله ده هيحتاج طبعا إن أنت تشوف إيه سبب الحساسية ده، أنت لازم توديه الطفل لدكتور جلدية، لأن ده مش عيون أكتر، لأن طالما موجود في العينتين يبقى موجود له دعوة بالجلد. عادة هتكون اكزيما بسيطة قوي، الدكتور هتكتب لك على نوع من الكريمات، بمجرد ما هيستعملها بإذن ربنا سبحانه وتعالى يخف.
لكن النقطة مش في الخففان برضو، النقطة كلها في ان احنا نشوف السبب ايه اللي بيهيج هذه المنطقة من حول العين. يعني في حاجة غلط اكيد بتتعمل، هي دي اللي بتخلي المنطقة دي هي تتهيج بالشكل ده. نعم وانا فكرت، انا سمعت قبل شوية تقول احد المتصلين في افرازات او حاجة، يمكن العين مثلا لا سمح الله مثلا تسبب لها حاجة او زي كذا. هي عينه بتبقى حمراء ولا بس الجلد هو اللي تعبان؟ لا الجلد من بعد العين على طول من تحت الرموش بالضبط. أيوة نعم، طالما العين ما فيهاش حاجة يبقى هو ده زي ما بقول لك مشكلة جلد جلدية. نعم سلامت إن شاء الله أخوي محمود، ألف سلامة. أمين شاكري لك اتصالك وما شوف شر إن شاء الله ولدك. أيضا بيقول، بتقول أنا فاطمة من الشرقية، هلا بك يا فاطمة وهلا بكل مستمعينا في المنطقة الشرقية. بتقول عملت عملية الليزر عندك دكتور. يا اهلا وسهلا. طيب احنا جدا سعيدين عموما بتواصلك فطوم. ايضا مسج اخر، محمد كاسب يقول يا ترى ما هو اخر ما توصل له الطب في مشكله ضمور العصب البصري نتيجه الجلوكوما؟ ما زال برضو العصب البصري كامتداد للمخ فهو نسيج حساس جدا، وللاسف لما بيتاثر ما بنقدرش ان احنا نرجعه للوضع الطبيعي بتاعه، ولذلك الوقايه خير من العلاج. طيب في الوضع الحالي نعمل ايه لو حصل فيه ضمور في العصب البصري؟ برضو معينات بصرية، بنحاول ان احنا نركز، بنستعمل نظارات، يعني بمعنى اخر نظارات خاصة تركز الضوء او الصورة على الاجزاء السليمة من الشبكية اذا كان هناك في اجزاء سليمة. وبالتالي نقوم نخلي، مش نحسن الرؤية، وانما نخلي المريض يقدر يتكيف اكتر مع الوضع الحالي بتاعه. نعم. رح ناخذ أبو عاصم من جدة. أبو عاصم السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. أنت شلونك أبو عاصم؟ أكلم الدكتور لو سمحت. أكيد تفضل. تفضل أبو عاصم، سؤالك إيه؟ إزي حضرتك يا دكتور؟ يا أهلا بيك. إزي حضرتك يا بندم؟ في خير ونعم الحمد لله. الحمد لله. والله يا دكتور حضرتك أنا باجي في الليل، أنا مندوب. نعم. طبعا راكب سيارة على طول باستمرار. نعم. دايما عين حضرتك كده يعني احس ان ما يكون فيها خطوش كده، اقعد ادعك في النية وتعبان يعني وكده. اكتر في الليل؟ اكتر في الليل حضرتك. نعم نعم. هل في حساسية في الصدر او في الانف كمان؟ لا حضرتك احيانا بيجيني ضيق تنفس كده بس مش اكتر، ممكن تكون حساسية عندها او حاجة ان شاء الله. لما تتعرض ليه؟ لما تعرض احيانا مثلا شم برطانات وحاجات. ايوه تمام. هو طبعا ابو عاصم باين خالص من التشخيص ان هو ده دي حساسيه، وبيزيد عندك بالليل بعد ان انت بعد ما تعرضت طول اليوم زي ما انت قلت للابخره، وانت قاعد بتلف بالسياره طول اليوم، قاعد في 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 سياره طبعا مشغل التكييف او فاتح الشباك، كل دي حاجات يعني انفايرمنت بيئه كلها مؤثرات على مش بس على العين، على 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 الجسم كله. فده طبعا في الاغلب هتبقى حساسيه، ودي علاجها بسيط جدا، ممكن تبقى مجموعه من القطرات او يبقى في نوع من الاقراص تستعمله مضادات الهستامين، هتحسن لك جدا موضوع ضيق التنفس وحساسيه العين كمان. نعم طيب بسيطة شكرا. نعم شكرا لك أبو عاصم وتشوف شهر إن شاء الله. طب أيضا وصلنا مسج يعني إحدى الأخوان بيقول دكتور لدي إصابة بالعين اليسار والآن لا أرى فيها نهائيا. إصابة في العين اليسار والآن لا أرى فيها نهائيا. هو طبعا ده معناها انها كانت الاصابه قويه جدا واثرت، ممكن تكون على شبكيه العين او العصب البصري، وهو ده اللي ممكن يؤدي الى عدم الرؤيه فيها. لكن لو كانت الإصابة قوية جدا ما بنقدرش نقدر نعمل حاجة. نعم. أيضا مسج آخر من علي الكثيري من الرياض، أسعد الله صباحك أخوي علي. بيقول دكتور صار لي حادث سيارة وإصابة عبارة عن اتساع وتليف في شبكية العين، الطبيب قال لا يوجد حل مع أني أعاني من غشاوة على العين المصابة اليسرى، هل يوجد حل؟ لو العصب البصري متأثر وشبكية العين متأثرة مرة الحقيقة هيبقى صعب علاجهم. ما هي ده دي النقطة، عشان كده احنا اخترنا الحلقة دي، لأن الوقاية زي ما قلنا خير من العلاج. هي العين على الرغم انها محطوطة في، قلنا في خزنة من العظام اللي بنسميها الحجاج، لكن للأسف لما بتنصاب بتبقى الإصابة بتبقى قوية جدا ويبقى صعب علاج. صعب علاجها. طب رح ناخذ أبو بندر من الرياض. أبو بندر
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا ابو منتهى. مساكم الله بالخير ان شاء الله. ومساك الله بالرضا والسرور ان شاء الله، تفضل. اهنيك اختي امين على البرنامج الناجح. الله يسعدك. وانا متابعينكم صراحه. انا جدا سعيده ان شاء الله، وكلنا ان شاء الله راح نكون مع بعض يوم الاثنين، راح يكون ان شاء الله راح اخذ اتصالاتكم وتهنياتكم، لان ان شاء الله يوم الاثنين راح نكون كملنا سنه في طبابه. ان شاء الله اختي. ممكن اكلم الدكتور الله يعافيك؟ اكيد تفضل. عندي سؤالين بس الله يعافيك. تفضل. تفضل يا فندم. كيف حالك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا بك، منور اليوم والله. الله يخليك، ده بنورك. يا دكتور عندي سؤالين. السؤال الاول، بنتي انا عندها شو اسمه عمرها 6 سنوات تقريبا. نعم. عندها شو اسمه في العين بقعة سودة شفافة كذا. نعم. ورجعت بعيادات، رجع الدكتور وقال لي هذه طبيعي عادي يعني. ما ادري هل هو يستمر معها في الكبر بعدين، او يروح او يختفي، او انه يعني له علاج او شيء. في البياض بتاع العين؟ فيها بقعة سودة شفافة كذا في البياض. في البياض. في البياض. نعم في البياض. في البياض بتاع العين ده ممكن. نعم. انها تكون حسنة، ودي أيوة. عبارة، والحسنة ما هي الا عبارة عن تجمع من الخلايا الصبغية. هي بشرتها سمراء يعني شويه سمراء. نعم نعم، هو ده لا ما فيش منها خطورة، لكن طبعا بلا شك في هل هي قريبة جدا من سواد العين ولا بعيدة عن سواد العين؟ والله لا، ممكن في النص يا دكتور. بعيدة ولا قريبة؟ نعم خلاص، طالما هي بعيدة عن برضو تعتبر بعيدة، طالما بعيدة عن السواد في العين فما تقلقش منها خالص. لكن هي بلا شك لما هتوصل، اللي هي عندها 6 سنوات دلوقتي، لما هتوصل عند سن البلوغ ممكن اللون بتاعها يتغير شوية، فده طبيعي. لأن أنا رجعت الدكتور، يا دكتور قال لي ممكن تروح مع تقدم السن يعني. الحمد لله. ما أدري. إيه. طيب في سؤال ثاني الله يعافيك. تفضل. دكتور أنا مسويت ليزر، مو ليزك، ليزر قبل تقريبا 12 سنة. نعم. أوكي، بس الحمد لله الأمور تمام الحمد لله الآن. هل أضرار بعدين يعني في تقدم السن يعني؟ ليزر مو ليزك يا دكتور، أول ما نزل في المملكة. نعم نعم. إيه، هل له أضرار يعني بعدين لها؟ لا لا اطمن يا اخي الفاضل، العمليه اصلا يعني مكتشفه بقالها 22 سنه وعلى فكره ما تفرقش ليزر من ليزك. المهم احنا هي مش تطور على فكره، زي ما المرضى كثير من المرضى فاكرين ان كان الليزر الاول وبعد كده الليزك. احنا ما زلنا حتى الان بنستعمل عمليات الليزر برضو حتى في وجود الليزك، وحتى في شيء تاني، في شيء تاني اعلى كمان من الليزك كمان، الفيمتو والسوبر ليزك، يعني في حاجات جديده. لكن هو اللي مناسب بالنسبه للمريض ايه، هو ده دي النقطه الاولانيه اللي احب اعلق عليها. ما في فرق يا دكتور بين الليزر والليزك؟ في فرق طبعا كعمل عمليه، لكن في النتيجه في الاخر ان شاء الله ده 6 على 6 وده 6 على 6. الله يعطيك العافيه. شكرا دكتور. شكرا لك اخوي ابو بندر. رح نطلع فاصل للمستمعين ورح نرجع نواصل معكم. أذكركم أصدقائنا موضوعنا اليوم عن إصابات العيون بالمنزل أو بالمكتب أو في أي مكان إذا كنتم بتعانون منها وحابين تتواصلون معنا اليوم. أيضا إذا كنتم بتعانون من أي مشكلة بعيونكم وحابين تطرحون أي سؤال أو أي استفسار عبر الاسم S847700 لمشتركين الSTC و640660 لمشتركين موبايلي، وأيضا مشتركين زين على 746262. واللي حابين يتواصلون معنا بشكل مباشر حابين تسمعونا أصواتكم عبر الرقم المجاني رح يكون على 02 61 61 100. أما اللي حابين يدشون دايركت على الاستديو طبعا اللي لهم الأولوية في الاتصالات رح يكون على الرقم 7-005-7499 7-005-7499. رح يكون معكم الدكتور محمد حنتيرة، المدير الطبي لمركز دكتور البطل للطب وجراحة العيون، وأيضا رئيس وحدة تصحيح الإبصار بالليزر والمياه البيضاء. على بال من كنترول الدكتور محمد جهزون الاتصال، رح أخذ أيضا مسج بيقول أنا سعيد من جدة، عملت ليزر وأنا الآن عمري 44 سنة ولكن لا أرى القريب، هل يوجد حل؟ طبعا سعيد، أي واحد سواء كنت عملت ليزر أو ما عملتش ليزر طبيعي جدا فوق سن الأربعين الواحد بيحتاج إلى نظارة، في يعني فوق 75-80% من المرضى بيحتاجوا نظارة للقراءة. فيعني برضو عشان إيه ما تفتكرش إن أنت عشان عملت ليزر تقوم هو ده اللي أثر على القراءة بالنسبة لك، ده عامل سني بحت ملوش دعوة خالص بالعمل اللي أنت عملتها. السؤال إجابة الجزء الثاني من سؤالك، هل ليه علاج؟ نعم، في دلوقتي في عدسة بتزرع داخل قرنية العين اسمها كاميرا لينس، ودي عبارة عن بنعمل نوع من جرح في قرنية العين مستعرض، وبنحط العدسة دي قدام بؤبؤ العين. فكرتها أنها بتجمع الأشعة في عين، بتزرع بس في عين واحدة،
ودي بفكرتها انها بتجمع الاشعه على شبكيه العين للقراءه والعين الثانيه بتبقى للبعيد. لما بيشوف المريض بيقرا شيء بيقرا يشوف بكل سهوله وبيبقى من غير نظاره ولا عدسات. نعم رح ناخذ ابو خالد من مكه. ابو خالد اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا ابو خالد. الله يسلمك ويطول عليك ونقدم شكرا واعتزازنا بالبرنامج وسعادتك صراحه. الله يسعدك يا ابو خالد مشكور. وهذه راح اعتبرها اول تهنئه راح توصلني بمرور سنه على طبابه الف ان شاء الله يوم الاثنين. والله العظيم يعني خليتني اطلع نقوم عشان نسمع البرنامج تاني. لا ايش دعوه تكفى يعني كان ابو ماهر مأذيني من المدينه يقول انا بطلع بيجيني خصومات بسببك يلا 5% قلت له اخر لا والله فداك صراحه الله مواضيع سبحان الله والله العظيم يا اخت امينه مواضيعك يعني زي اللي تكون أول مرة نسمع عنها يعني صراحة. الله يديك صحة وعافية ويخليك لأولادك وزوجك إن شاء الله. الله يسعدك إن شاء الله يا أبو خالد. الله يسلمك. لا والله العظيم تفضل يا أبو خالد. بس بر صباح الدكتور. صباح الخير يا دكتور. يا أهلا بيك. أهلا بيك. كيف حالك؟ طيب بخير الحمد لله. الله يسلمك. العمر طال عمرك 42 سنة تقريبا. حال 40 يعني العمر كله. عندي بعد نظر أو يسموه طال عمرك طول نظر زي كذا. نعم. كنت استخدم بداية الموضوع يعني مقاس واحد بعدين شوية واحد ونص. نعم. صار يعني حتى صار اثنين دحين ودي يكون في اثنين. ما في علاج بعد الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. والله شوف يا أخي الفاضل أنت أفتكر طالما النظر عندك بدأ إن هو يتأثر لي وبيزيد كده مهم جدا إن أنت. أيوة كان صراحة دكتور الواحد كان زي الحلاوة بعدين شوي ست لازم كمان واحد كمان مثلا رقبان تليفون أدف شوي الجوال أو زي كده. هو صار في مشكله صار. لا هو ان شاء الله مش هيبقى في مشكله ولا شيء. طبعا وجود تقنيات عاليه جدا لتصحيح الابصار زي السوبر ليزك هيعالج بشكل كبير الوضع بتاعك سواء للبعيد يعني او سواء للقريب. استغنى اي استغنى عن النظاره دكتور ممكن ان شاء الله ان شاء الله بس لو يسمح لك لو كانت الفحوصات بتاعتك تسمح بذلك. نعم. يعني احنا لما بيجينا من نفس الحاله بتاعتك اللي هم طول النظر فوق الأربعين كل 4 أشخاص 3 منهم ينفع لهم العملية وفي واحد بيكون عنده نحافة في القرنية أو تحدث في القرنية بنقول له ما ينفع لكش العملية. فالفحوصات اللي هي تسبق هي اللي العملية تسبق العملية هي دي اللي بتحدد إذا كان تستفيد ولا ما تستفيد. نعم شكرا لك أبو خالد. يا هلا وغلا يا هلا وسلامة عيونك إن شاء الله. ما شاء الله يا هلا فما الله. طب رح أخذ أيضا مسجات اللي معانا اليوم من علي حامد يقول صباح الخير عليكم جميعا. استفسار من الدكتور هل الموية الزرقاء ممكن ينعمل لها عملية وكم نسبة نجاحها خاصة إذا كانت نسبة الماي من 70 إلى 80؟ والله هو السؤال طبعا مركب قوي. ما بيفضلش أبدا الحقيقة. عمره كم سنة؟ ما ذكر. طالما أستاذ علي بتستعمل قطرات وضغط العين قادرين إن احنا نعمل له كنترول كويس واحد يبقى احنا المقياس الأول هو التزامك باستعمال القطرات. المقياس الثاني هو إن مجال الإبصار بتاعك اللي هو 70% اللي انت بتقول عليها مجال الإبصار بتاعك أو التصوير بتاع الأعصاب حول العصب البصري أو ما يسمى بالOCT كل ده ثابت على مدار 3 شهور إلى 6 شهور. يعني المفروض ان انت بتعيد التصوير ده كل 3 شهور ولقينا ان هو ثابت فلا ارجح ابدا ان انت تعمل عملية. نعم. ليه؟ لان انت معنى ذلك ان القطرات اللي انت بتستعملها لتخفيض ضغط العين قادرة انها تعمل يعني تنظيم كافي لضغط العين. نعم. لكن في حالة عدم التزامك باستعمال القطرات او التكلفة بتاعتها تعتبر غالية ما بيغطاش تأمين مثلا وبتكلف غالي او الشيء الثاني الفحوصات بتاعتك بتبين ان حتى في وجود القطرات في تدهور في النظر بمعنى ان مأثر 70% بعد 3 شهور بقى 75% بعد 3 شهور بقى 80% هنا بقى لازم نعمل تنظيم قوي جدا باستعمال العملية. نعم رح ناخذ معنا محمد من الرياض. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخوي محمد تفضل. يعطيك العافيه اختي امينه. الله ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ اكيد بكل سرور تفضل. تفضل يا محمد. الله يسلمك. السلام عليكم. يعطيك العافيه دكتور. دكتور انا اكتشفت انه في عندي على عيني اليمين في عندي ميه بيضاء. ونسبه الرؤيه 30%. 30%. انت عمرك كم سنه يا محمد؟ 31 سنه. 31. يعطيك العافيه. نعم تفضل كمل سؤالك. تفضل كمل يا محمد.
ايوه فاكتشفت في عين الثانيه كمان اللي صار فيها شويه ميه اقل من ال يعني نسبه رؤيه كويسه، بس الدكتور قال لي انه لازم اعمل عمليه ميه بيضاء. وحاب اسال عن العمليه بشكل عام، يعني هل هي بتاثر يعني على السن او بتاثر في الفيوتشر؟ طيب دقيقه واحده محمد، خليني اسالك، هل انت بتستعمل اي نوع من القطرات او بتستعمل اي نوع من الادويه؟ لا ابدا الحمد لله، ولا كورتيزون ولا اي حاجه. ايوه مفيش سكر؟ نعم. ايوه لا سكر الحمد لله ما عندي. وانا صغير كان عندي زي اهتزاز في الشبكيه، بس هذه راحت من زمان. نعم اثر وقع. نعم. طب بتلبس نظاره يا محمد؟ ايوه نعم. عندك قصر نظر كبير؟ عندي قصر نظر 4.7 تقريبا 4.5. طيب وانت بالنظاره بتشوف كام؟ النظاره بتشوف العلامات الكبيره ولا متوسطه بالنظاره؟ لا بالنظاره كويسه، بس عيني اليمين بالنظاره ما بشوفش خالص، يعني صار لي 6 شهور او 7 شهور فاتت. طيب اشكرك يا محمد. نعم شكرا لك يا محمد. محمد بلا شك طبعا هو طالما بدا ان بنسميه الميه البيضاء بقى لها تاثير على النظر سيجنيفيكانت، بقى ياثر اكتر من 50%، انت بتقول 30% بتشوف، طبعا ده مفروض يتعمل المياه البيضاء من فترة، فتتشال المياه البيضاء بنستعمل. طبعا خليني أقول لك على أحدث التقنيات، إيه اللي تفيدك في شاب عنده 31 سنة. أول حاجة بيتفتح فتحة صغيرة جدا جدا في البياض بتاع العين، وبيخش بنسميه الموجات فوق الصوتية، بتشيل بالاستحلاب تشفط المياه البيضاء، وبنزرع عدسة متعددة البؤر. ممكن ان احنا نزرع عدسه يعني فيها بؤره واحده او احاديه البؤره، لكن لو احنا حطينا عدسه او احاديه البؤره هنضطر ان انت تلبس نظاره للقراءه. متعدده البؤر هتبقى مناسبه جدا بالنسبه لك، هتفيدك في ان انت تشوف كويس البعيد والقريب، وبشرك كمان حتى المسافات المتوسطه اللي هي زي الكمبيوتر ان شاء الله. العين الثانيه بمجرد ما يزيد الميه البيضه فيها اعملها برضو، عشان يبقى في نوع من السيمتريه التماثل ما بين العينتين، وإلا هيبقى في الفترة الأولى اللي هي عين هيبقى فيها عدسة والعين التانية فيها بداية مية بيضاء، هتبقى أنت مش مرتاح شوي. نعم. طيب علي الكثيري أو عادل الكثيري، إحنا جاوبنا على سؤالك، ارجع لليوتيوب اسمع، نحاول نجاوب بشكل سريع. دكتور هدى من مكة بتقول أنا فقدت عيني وعندي عين صناعية، هل أقدر أني أسوي تجميل عين ثابتة؟ نعم نعم. إحنا عندنا بكرم عند الله في إمكانيات، ممكن أن إحنا بنعمل عيون صناعية بيرسمها رسام بنفس لون العين التانية، بتاخد لها طبعا ده فن راقي جدا جدا، لكن بنشوف الوضع شكله ايه، لان في نوعين من العيون الصناعية، في نوع ثابت وفي نوع متحرك. نعم. ايضا حاب اسأل الدكتور، هل الحول هو نفس الانحراف نفسه او مش نفسه دكتور؟ لا هو مختلف. الانحراف المقصود بيها ان قرنية العين بدل ما يكون شكلها مدور زي كرة القدم بيبقى بيضاوي زي البيضة، اما الحول فمعناها ان العين واحدة بتنظر في اتجاه والاخرى بتنظر في اتجاه تاني. نعم. ايضا احد الاخوان بيقول جاتني ضربة في القرنية وتعالجت بقطرات اعتقد فيها كورتيزون وتحسنت كثيرا، ثم اعطاني الدكتور مرهم ريفرش والى الان لازلت استخدمه عند النوم، واذا لم اضعه عند النوم احس بألم، وقال الدكتور لازم ليزر علشان تشيل الطبقة العليا من القرنية. مشاعل شعولة حبيبتي، سلامة قلبك يا ربي، سلامة عيونك، تفضل. هو مشاعل ده معناه حاجة على فكرة، ان الجرح بتاعك ما التأمش، معناته ما التأم، ما التأم، لانه بمجرد ما انت ما بتحطيش القطرة اللي هي او الجل اللي هو الريفريش بي ام، بيحصل ان بيبقى فيه جفاف شديد جدا في الليل، ولما بتصحي من النوم بيتخدش القرنية تاني، فالجرح ده ما التأمش، ده محتاج ان هو يتعمل له حاجة من اتنين. اذا كان هذا الجرح اللي ما التأم مظبوط مركزي فبنعمل له ليزر، اما اذا كان طرفي فبنعمل حاجة اسمها التثقيب بطريقة معينة بتعمل في العيادة. نعم سلامتك يا مشاعل. اذا ابو هاني بيقول بدأت احس بضعف في النظر بالذات عندما ارغب في القراءة، احس بغشاوة كلما قربت الجريدة او الكتاب، وكلما ابعدت اشاهد بوضوح، مع العلم ان نظري العام ممتاز بس اثناء القراءة مع دموع احيانا، عمري 46 سنة، هل احتاج نظارة للقراءة؟ بلا شك طبعا. او زيادة ان هو يزود الاضاءة نفسها بتاعت الغرفة، لكن بلا شك سنة 46 سنة هيحتاج نظارة للقراءة او زراعة عدسة كاميرا زي ما احنا ذكرنا. نعم. ايضا عادل من حائل عمري 30 سنة، انا عندي القرنية اليمنى مخروطية، المسج ناقص اخويا نعتذر. ايضا عين اليسرى حينما تكون قريبة من ضوء الشمس يظهر فيها شيء في البؤبؤ. هو ده نفس المريض القرنية المخروطية؟ لا هذا واحد ثاني دكتور، يعني للأسف انه في مسجات وصلتني ناقصة، ما ادري نقدر نفيده بشيء.
الأخ معلش نعيد السؤال. يقول عين اليسرى حينما تكون قريبة من ضوء الشمس يظهر فيها شيء مثل البؤبؤ. في البؤبؤ عفوا في البؤبؤ. مش حاضر افيده. ما هذا الشيء يعني؟ نعم. طبعا عموما انا جدا شكرتك، للاسف الوقت دهمنا سريع دكتور أنا محمد. انا بشكرك، اختيار موفق جدا للموضوع. الله يسعدك وشكرا على تواجدك اليوم معاي. كان معاي مستمعنا الكرام الدكتور محمد حنتير المدير الطبي لمركز دكتور البطل لطب جراحه العيون، رئيس وحده تصحيح الابصار بالليزر والمياه البيضاء، وكان موضوعنا اليوم عن اصابات العيون. في ساعتنا الثانيه لليوم من طبابة الف راح يكون موضوعنا عن كيف ممكن ان نغير حياتنا للافضل. اكيد كلنا نحب نتغير من يوم للثاني. أنا واحدة من الناس اللي حب أني أتغير، وحب أيضا أني أغير برنامجي للأفضل عشان تكونوا مستمرين معاي وأيضا تستفيدون منه أكثر وأكثر. يا ترى شلون رح نقدر نغير حياتنا للأفضل؟ أنا بنتظر إجاباتكم حول هذا الموضوع ومشاركاتكم اللي رح تكون في ضيفتي اليوم المستشارة النفسية والأسرية وأيضا الأديبة الدكتورة سحر رجب.